بدأت عملية طوفان الأقصى عبر هجوم صاروخي واسع النطاق شنته فصائل للمقاومة، إذ وجهت آلاف الصواريخ صوب مختلف المستوطنات الإسرائيلية من ديمونة في الجنوب إلى هدهشر في الشمال والقدس في الشرق. وتزامن مع إطلاق هذه الصواريخ اقتحام بري من فصائل المقاومة عبر السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية والطائرات الشراعية وغيرها للمستوطنات المتاخمة للقطاع والتي تعرف باسم غلاف غزة، حيث سيطروا على عدد من المواقع العسكرية خاصة في سديروت، ووصلوا أفاكيم، واقتحموا نتيفوت، وخضوا اشتباكات عنيفة في المستوطنات الثلاثة وفي مستوطنات أخرى، كما أسروا عددا من الجنود واقتدوهم لغزة، فضلا عن اغتنام مجموعة من الآليات العسكرية الإسرائيلية. اندلع الصراع بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ انسحاب الأخيرة من القطاع عام 2005، كما ارتفع منسوب التوتر بين الطرفين عقب سيطرة حماس على قطاع غزة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام 2006 وما تبعها من حرب مع حركة فتح في العام الموالي. يعاني القطاع منذ 16 عاما من حصار إسرائيلي خانق، علاوة على ذلك فإن غزة مغلقة عن بقية العالم، بل إن الوصول للموارد الحيوية والضرورية بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء يخضع لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يزيد من صعوبة حياة أهل غزة. قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عام 2023 وقبل عملية طوفان الأقصى ما لا يقل عن 247 فلسطينيا، عدد كبير منهم من المدنيين، بينما قتل الفلسطينيون في عملياتهم الفردية أو تلك العمليات التي تتبناها فصائل المقاومة ما لا يقل عن 32 إسرائيليا، ما بين مجندين في جيش الاحتلال ومستوطنين، كما أن اتساع رقعة الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من قراهم وهدم منازلهم وكثرة الاعتقال والأسر في ظل حكومة إسرائيلية يقودها عدد من الوزراء اليمينيين المتطرفين ساهم في زيادة الاحتقان الفلسطيني، فضلا عن الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى من المستوطنين مع حماية مشددة من قوات الاحتلال التي تمنع الفلسطينيين من أداء مناسكهم وتعتقلهم بالعشرات، كان آخرها تزامنا مع عيد العرش اليهودي واقتحام مستوطنين للأقصى بحماية ودعم من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت منع الفلسطينيين من دخول باحات المسجد الأقصى. لم يسقط عدد كبير من القتلى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب عام 1973، ويرى الفلسطينيون أن هجوم طوفان الأقصى وضع قواعد جديدة لشكل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وخلق ما يسميه قادة حماس توازن الرعب بين الطرفين. إن عملية طوفان الأقصى حصلت بشكل فجائي وغير متوقع للأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية ونظيرتها الأمريكية، حتى أن صحيفة هآرتس العبرية اعترفت بأن الهجوم من غزة شكل مفاجأة كبيرة للاستخبارات العسكرية، كما أن العملية الفلسطينية جاءت بعد يوم واحد من الذكرى 50 لحرب أكتوبر. في 9 أكتوبر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادته السيطرة على جميع المستوطنات التي استولت عليها فصائل المقاومة الفلسطينية في غلاف قطاع غزة مع استمرار بعض المناوشات المتفرقة. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بدء الحصار الشامل على غزة بما في ذلك حظر دخول الغذاء والوقود.